صار معنا عبر سكايب المايسترو ميساك باكبودوريان. كيفك مايسترو؟ مرحبا، اهلا وسهلا فيك، نورتنا. كل المساعدين كمان، يا اهلا فيك. يعني مايسترو، مهرجان الثقافة ببيتك لمسة موسيقية مثل ما حكينا لدار الأوبرا السورية بظل الكورونا، يعني شو شعور الموسيقيين أنفسهم وهن عم يقدموا هذا الشيء خلال هاي الأزمة اللي نحن هلأ فيها وعم نشهدها؟ هلأ دائما بالنسبة للموسيقي كثير مهم الدور اللي بده يلعبه بالمجتمع، خاصة بالأزمات. فوقت بلشت أزمة الكورونا وصار في الحجر أو الحظر تجول، حتى ككورال حجرة تابع للمعهد العالي للموسيقى فكرنا انه شو فينا نقدم للجمهور، شو فينا نقدم للناس عن طريق نستخدم الانترنت. فكان اول فيديو عملناه هو اغنيه حلوه يا بلدي عن طريق الانترنت. بعدين فرقه السيمفونيه الوطنيه حبيت كمان تعمل شيء، قدمنا لكم بارسيتا. ففكرنا شو المرحله اللي بعد، فبوزاره الثقافه طلعت الفكره انه يكون في حفلات موسيقيه بدون جمهور منقوله مباشره اونلاين، الناس ببيوتها ممكن تقدر تحضر الحفلات هدول وتشوف تستمتع بالموسيقى اللي عم بيقدموا الموسيقيين. فهي كانت مبادرة من وزارة الثقافة باسم ثقافة في بيتك بدار الأوبرا بخان أسعد باشا بقصر العظم، إضافة لفقرة كتير مهمة هي الحفلات بالمشافي. تمام. يلي في فرق صغيرة قدمتها حفلة صارت بمشفى، يعني كانت هي تكريم يمكن للطواقم الطبية، فلهيك نحن مايسترو حابين نعرف كيف كان التواصل، كيف كان إحساس هالطواقم بوجود عازفين دار الأوبرا عم يحيوا حفلات مصغرة يمكن بساحات المشافي. هلا بالنسبه للاطباء، نحن كفرقه ككورال حجره كنا بخان اسعد باشا، بس رحت من زملائي اللي كانوا بالمشافي، كانت مفاجاه كثير كبيره، مفاجاه للكوادر الطبيه، مفاجاه للضيوف المشفى يعني المرضى اللي كانوا موجودين. وتفاعلهم كان كثير مهم لانه يحسوا انه في حدا مهتم فيهم، حدا عم بيكون معهم بلحظه، في موسيقي محترف جاي يقدم لهم موسيقى بهذا المكان اللي هن بالنسبه لهم هو الم ووجع، ومكان دائما بيكون هيك في كآبه بالمشفى بشكل عام يعني. فبيكون في موسيقى بهذا المكان، هذا كان كثير ايجابي ومبادره كثير منيحه، لانه الموسيقى كمان هو جزء من علاج نفسي. فالمريض بالمشفى عم بياخذ علاجه الجسدي، هون في علاج نفسي كمان عم بيكمل، عم بيعطي طاقة إيجابية للمريض الموجود بالمشفى. هي هي الفكرة، إنه قديش في جهد نفسي عم يعطيه الموسيقي للطواقم العمل، قديش هو يعني عم يقدم شيء بمكان ما بيتقدم فيه بالعادة، بمكان نشهد فيه كل الأسى والحزن. هو ليس مكان للفرح بس، أكيد الموسيقيين حولوه مكان للفرح. خلينا نروح للأماكن الثانية مثل المواقع الأثرية اللي كمان حضرتكم أحييتوا فيها حفلات، مثل قصر العظم وخان أسعد باشا، سبب اختياره؟ هلأ خان أسعد باشا بصراحة اخترناه لشكل الفرقة اللي عم تقدم الموسيقى. في خان أسعد باشا كان كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى، هو عبارة عن 14 مغني. ففكرنا أنه مع ال 14 مغني ممكن نضيف كوادر المعهد من أساتذة وطلاب يعزفوا معهم كأوركسترا. فالمكان الأنسب صوتيا هو كان خان أسعد باشا للتشكيلة هي. حلو. فنضاف لهذا الشيء سحر للمكان يعني. أكيد. اللحظه اللي رحت على المكان عم نشوف عم نعمل جوله استطلاعيه، فوتفتت على الخان حسيت انه هذا المكان جميل جدا وبيستاهل نعمل فيه حفل، خاصه نحن استغلينا عدم وجود الجمهور انه تكون قعده الفرقه والكورال بمدخل الخان. يعني المشهد اللي عم بتشوفوه هو مدخل الخان اللي عاده مع جمهور نحن ما فينا نستغله، ما بيتسع. وبالتالي كان كثير حلو انه نقدر نستغل هذا المكان بزاويه الناس مو متعوده تشوفها، بالعاده بتكون وراء ظهر الجمهور هذا المكان. فشفناه بزاويه مختلفه، وشكل الموسيقى طبيعه الموسيقى اللي اخترناها كانت مناسبه اكثر لخان اسعد يعني باشا. انا هي عندي فضول بهالنقطه مايسترو، اعرف انه في موسيقى بتلبق للاماكن، يعني اخترتوا القطع الموسيقيه بناء على اختيار خان اسعد باشا؟ هو صار اختيار مع بعضهم كلهم، يعني في قطع مقطوعات موسيقى بتناسب المكان، في قطع ما بتناسب المكان ما قدمناها. حلو. يعني كنا عم نحضر مقطوعات اكثر نحن من البرنامج المطلوب، وشفنا المكان قررنا انه هدول انسب للمكان، في مقطوعات غير مناسبه للمكان، فبالتالي قمناها من البرنامج لحفلات اخرى ان شاء الله بنقدر نقدم. مايسترو، ما فكرتوا شيء بالساحات، خلينا نقول بالشوارع؟ نحن متعودين دائما هي النشاطات الفنيه والثقافيه نشهدها بساحات العاصمه دمشق، فكرتوا بهيك شيء؟ هلا بصراحة الفكرة بلشت
هي المهرجان كان بده يصير قبل بفترة وقت كان في الحظر الليلي للفستيفال. تمام. فكنا نفكر نحن نستغل الساحات أو مثلا حديقة متحف دمشق، متحف دمشق أو الوطني أو المكتبة الأسد الوطنية نعمل فيها كمان حفل موسيقي. بس وقت صار في تجوال ليلي صار معدجة السيارات كثير صعب نقدر نعمل هالحفلات. أكيد طبعا. ومايسترا رح تجذبوا المشاهدين، رح تجذبوا الجمهور ورح يتجمعوا لما حيشوفوا الفرق بالساحات. تمام. رح يصير في كمان مشكله بالمرور، حركه المرور رح يصير في مشكله، السيارات رح توقف لتتفرج والناس رح تنشد للفعاليه هاي. اكيد يعني نحن كل صيف اذا بدك عفوا مايسترو اذا انا عم اقاطعك، بس نحن كل صيف دائما بنكون بانتظار جديد دار الاوبرا، يعني بنحضر حالنا فرح دائما انه بنروح نحضر الحفلات والفعاليات الثقافيه المميزه والنخبويه ايضا يلي بتتقدم بهالمكان، فللاسف انحرمنا منها هذا الصيف. عم تتواصلوا عبر السوشيال ميديا، حسيتوا باشواق الجمهور او لبيتوا هالاشواق عبر السوشيال ميديا؟ هلا نحن وقت عم ننزل اي اعلان، اي بوست، اي شيء له علاقه بحفلات عم نشوف رده فعل كثير ايجابيه من الجمهور. يعني حتى وقت اعلنا عن قصر العظم شفت خيبه امل كثير ناس انه يا الله ليش ما في جمهور، بدنا نحضر، اشترنا للحفلات او كل ما نحط صوره. ف في خبر مبشر انه ان شاء الله قريبا رح تبلش دار الاوبرا. امبارح كنا في اجتماع بلجنه البرمجه وحكينا بالتفاصيل، طبعا ضمن الاجراءات الاحترازيه اللي لازم ناخذها، وكمان القرار انه 30% من استيعاب القاعه. فهلا عم بصير في دراسه للموضوع، وان شاء الله بنص الثاني من شهر حزيران رح نكون بالمسرح بعده تشكيلات بالفرق الموسيقيه بالاوبرا لنكون مع الجمهور لبينا ما نخلص من هالأزمة هاي ونرجع لحياتنا الطبيعية. مايسترو أنت كموسيقي كيف بتقارن العزف من دون ناس والعزف مع ناس؟ يعني أكيد هي إلى جمالها وهي إلى كمان أيضا جمالها، فبس لو منحطهم على كفة الميزان مين بيرجح؟ هلا بصراحة مع جمهور مختلف كثير، أحلى بكثير مع جمهور. تفاعل الجمهور معنا، الطاقة اللي بيعطيها الجمهور، يعني دائما أقول أنا في تفاعل بين المسرح وبين الجمهور. فهذا التفاعل إذا ما انخلق في طاقة بتنقص للموسيقي. تمام. يعني نحن وقت نعزف بنحس بردة فعل الجمهور، بحماس الجمهور وتفاعل الجمهور، فمصير الأداء بيكون أحلى بكثير من إنه نكون بس نحن لحالنا. فهي التجربة كانت أكبر برهان لنا إنه نحن حسينا إنه نحن بحاجة للجمهور، بحاجة لتصفيق الجمهور، لردة فعله، انسجامه مع المقطوعة الموسيقية لحتى يتكامل الأداء بكل عناصره مع بعض. حلو كتير. يعني مايسترو كمان بمحل تاني أنتوا أساتذة المعهد الموسيقي يلي يعني مثل كل الجامعات السورية بلشوا الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة، كمان الطالب اللي عم يدرس موسيقى له إحساسه الخاص، هو فئة معينة وخاصة من الجمهور، فكيف كان هلأ الرجعة؟ هلأ نحن رجعنا ولكن ما رجعنا بشكل كامل. يعني الدروس النظريه اللي بتقتضي انه كل الطلاب يكونوا مع بعض، هدول لقينا حلول اخرى عن طريق حلقات البحث عن طريق الوظائف بحيث انه نقلل الاحتكاك الطلاب مع بعضهم البعض. تمام. ففي دروس فرديه عم بياخذوها ودروس جماعيه مع بموضوع الاوركسترا والكورال ودروس موسيقى الحجره، طبعا دائما مع الاجراءات الاحترازيه اللي عم ناخذها من تعقيم ويكون في مسافه بعد بين الطلاب بحيث انه نحاول قدر الامكان نحافظ على صحتهم وعلى سلامتهم. تمام. يعني يعطيكم كل العافيه، انتم دائما يلي بصراحه بتخلوا السعاده والفرحه عايشه ببيوتنا. أكيد. فبنتمنى لكم كل التوفيق. هذا واجب الموسيقى موجوده بالمجتمع. نحن ناطرين يعني تسنح الفرصه لحتى نحضركم لايف وترجع الايام الحلوه ان شاء الله يا رب، وتضلوا بخير كلكم. شكرا لك مايسترو. شكرا لكم. شكرا، تحياتي.